احنا كانت احتفالات، تعالى بقى نتكلم في الفنيات، تعالى نتكلم بجد شويه. هل كارلوس كيروش عمل مباراه تكتيكيه عظيمه؟ هل وحيد خلوزيتش ما جاش النهارده؟ هل كارلوس كيروش تغيرات وقدر تغير منتخب مصر؟ هل وحيد خلوزيتش حضر المباراه كويس ولا لا؟ هنجاوب على كل الاسئله دي مبدئيا وقبل اي حاجه. الاثنين مدربين ما جوش النهارده، لا وحيد خلوزيتش ولا كارلوس كيروش، رغم ان منتخب مصر تفوق ورغم ان لعيبه منتخب مصر كانوا مؤدين اداء كويس جوه الملعب، بس مع ذلك كارلوس كيروش قرر ان هو يبدا المباراه بطريقه دفاعيه، طريقه دفاعيه فيها نص ملعب دفاعي بحت، سواء نني اللي بيلعب سته او على يمينه لعيب زي السوليه او على شماله لعيب زي ايمن اشرف. ايمن اشرف اللي مش نازل علشان خاطر يعمل ربط هجومي مع عمر مرموش وابو الفتوح، لا هو نازل علشان نقفل على اشرف حكيمي والهاف اللي هيلعب مع اشرف حكيمي، ابو خلال هيلعب مع الحدادي، هيلعب باي طرف، المهم ان هو يقفل على اشرف حكيمي لان اشرف حكيمي هيتم الدفاع ضده بثلاث لعيبه، عمر مرموش هيرجع يساند لعيب نص الملعب اللي هو ايمن اشرف مع مسانده لاحمد ابو الفتوح، لان الهاف اللي هيخش نخلي ابو الفتوح يخش معاه وهنرجع نعمل وجبات دفاعيه بلعيب نص الملعب والهاف اللي قدام، علشان خاطر كارلوس كيروش كان عامل حساب كبير جدا لناحيه اليمين اللي فيها اشرف حكيمي. الناحيه الثانيه فيها لعيب قوي جدا زي سفيان بوفال هيبقى على عمر كمال عبد الواحد، بس الناحيه دي فيها نقطه قوه منتخب مصر وهو محمد صلاح، وطبعا حته ان مصطفى محمد هيكون معاه الادوار الهجوميه اللي هو بيقدمها هيكون في دور دفاعي كبير جدا ان هو يكون دايما بيضغط على سفيان مرابط لعيب المنتخب المغربي المفترض ان هو حلقه الوصل بين خط الدفاع وخط النص بالنسبه للمنتخب المغربي. منتخب المغرب اللي على الورق كان بيلعب 4-1-3-2، 4-1-3-2 محور الملعب بالنسبه له هو سفيان بوفال، فده الدور اللي بيعمله سفيان مرابط، اسف الدور اللي بيعمله مصطفى محمد دفاعيا بيكون دور قوي جدا. هو ما ظهرش النهارده لان من بدايه المباراه لما المنتخب المصري لبس ضربه جزاء عن طريق ايمن اشرف على تدخل على اشرف حكيمي، وفعلا كانت ضربه جزاء لان ايمن ما كانش ليه اي علاقه بالكوره واشرف حكيمي فعلا زقها، بيخش سفيان بوفال يسجل الهدف الاول للمنتخب المغربي، وهنا كان في مشكله كبيره جدا بالنسبه للمنتخب المصري، لان بدات اشوف ان محمد عبد المنعم وحجازي وابو جبل وعمر كمال واحمد ابو الفتوح بداوا ان هم يتهزوا، فده معناه ان المنتخب المغربي لو مسك كوره وراح كتير على خط الدفاع مع حارس المرمى اللي بيلعب المباراه الاولى ليه اساسي في البطوله، الوضع بالنسبه لنا كمنتخب مصر مش هيكون كويس. لو المنتخب المغربي قرر ان هو يحاول يجيب الهدف الثاني، منتخب مصر كان مستعد ان هو يستقبل الهدف الثاني، علشان يجي هنا واحد من اغبى القرارات اللي واخدها وحيد خلوزيتش النهارده، وهي انه يقرر يعمل جيم دفاعي من اول الدقيقه 5. تخيل وحيد خلوزيتش نازل المباراه في اول 5 دقائق بعد ما سجل الهدف الاول، بدل ما يقعد يزود هجوميا ونلعب لحد الدقيقه 20 فاتحين الجيم، لا هو قرر ان هو حكيمي معلش انت محتاج تقف في مناطقك، منير الحداني محتاج تقف في مناطقك، معلش يا جماعه ابو فال، معلش يا جماعه كل لعيبتنا، هنحاول ان احنا نسيب الكره لمنتخب مصر ونلعب على المرتدات. مرتدات يا عم وحيد انت كسبان اول 5 دقائق. لا معلش انا نازل العب مرتدات. مرتدات عم وحيد مفيش اي مشكله. انت كده راجل تمام، ليه يا عم وحيد؟ لان انت بالنسبه لي انا خليت منتخب مصر يتنفس شويه جوه الملعب، خليت منتخب مصر الثقه اللي كانت ضايعه شويه يبداوا ان هم يلاقوها، عمرو السوليه يبدا يلاقي نفسه وهو والنني، ونلاقي ان ايمن اشرف بدا يقف على حيله في الملعب وبدانا نشم نفسنا شويه، كان في تحذيرات من الكور الثابته اللي هتيجي المنطقه قدام منطقه جزاء منتخب مصر من اشرف حكيمي، والكور اللي بيلعبها اشرف حكيمي لان حكيمي واحد من المميزين في الكرات الثابته، فما نعملش كرات ثابته، بس دلوقتي المنتخب المغربي اساسا قرر ان هو يسيب لنا الكره كلها، اللي هو منتخب المغرب قرر ان هو يتراجع، خط الدفاع المفترض ان هو كان متقدم في البدايه سواء نايف اكراد او سواء رومان سايس، قرر ان هم يكونوا متراجعين، ادم ماسينا ما قدمش ادوار هجوميه اطلاقا النهارده خالص. اشرف حكيمي بعد الدقيقه 5 قررنا احنا نشوف اشرف حكيمي مختلف تماما، وهو اشرف حكيمي متقيد بواجبات دفاعيه. نص الملعب بدانا نشوف ان بركوك واقف ومرابط واقف، وبدانا نشوف كمان ان سليم المالح بيعمل ادوار دفاعيه كتير جدا، وبدانا نشوف منتخب مغربي عاطي طابع دفاعي شويه، اللي هو كويس جدا انك ما فتحتش الجيم وهاجمتني، لان منتخب مصر كان مستعد عادي جدا ان هو يستقبل الثاني والثالث، ومنتخب مصر كان ممكن يطلع من الجيم، بس انت خدت قرار فني الفرقه فضلت تحاسب عليه اغلب الوقت. لان منتخب مصر رغم ان المنتخب المغربي كان سايب له الكوره، بس منتخب مصر الشوط الاول ما كانش خطير، المنتخب المصري الشوط الاول كان بيعاني معاناه غير طبيعيه ان هو يوصل لمرمى المنتخب المغربي، لاوقات كتيره جدا قعدنا نسال نفسنا هو منتخب مصر ممكن يسجل هدف عامل ازاي في المنتخب المغربي؟ علشان خاطر يجي الشوط الثاني، الشوط الثاني اللي انا كنت بتمنى ان منتخب مصر يدخله هو 1-1، لان 1-1 افضل من انك تخش الشوط الثاني 1-0 المنتخب المغربي، بس المنتخب المصري قدر ان هو فعلا يجي له كره ثابته
اللي هي ضربه ركنيه، بيخش محمد عبد المنعم بدماغه، ياسين بونو بيطلع، بتيجي لمحمد صلاح، صلاح بيسجل هدف التعادل. بعد هدف التعادل بقى رجعنا لسيناريو المباراه الاولى، وهو منتخب مصر مش جاي يهاجم، منتخب مصر جاي يعمل جيم دفاعي. اثناء كل ده لقينا حجازي مسك رجليه، حجازي عايز يتغير. طب يا جماعه احنا كده هنغير حجازي، محمود علاء قام يسخن، ايمن اشرف هيرجع دفاعيا يبقى جنب محمد عبد المنعم، بس كده لما الكلام ده هيكون كويس واحنا بنهاجم، انما واحنا بندافع هيكون في مشاكل كبيره جدا، لان هيكون في فرق طول كبير جدا ما بين يوسف النصيري وايمن اشرف، غير ان ايمن اشرف عنده مشاكل في الكور العاليه، فايمن اشرف ومحمد عبد المنعم في الكور العاليه هيكون عندهم مشكله. بس هنا بقى جت نقطه ضعف شويه منير الحداد، وهو ان لعيب ما بيلتحمش كتير، لعيب ما عندوش روح قتاليه عاليه، هو لعيب بيحب ياخد فاولات كتير. موضوع انك تاخد فاولات كتير ده قدام منطقه الجزاء الموضوع هيكون خطير، انما على الاطراف مفيش اي مشكله انك تاخد فاولات كتير. بس لقينا ان الموضوع بالنسبه للمنتخب المغربي بدا المنتخب المغربي يطلع بره الجيم، بدانا نشوف لعيبه المغرب متعصبين، وبدانا نشوف في خناقات بدات تحصل على الخط، وده بيدل لك ان المنتخب المغربي ما كانش عامل سيناريوهات للمباراه اطلاقا، وان وحيد خالصيتش كان جاي مفيش اي افكار فنيه بالنسبه للمباراه النهارده، مفيش اي تقسيمه للمباراه، لو المغرب سجلت هنعمل ايه، لو المغرب استقبلت هدف هنعمل ايه. فواحد خالصيتش ما كانش جاي النهارده، وكارلوس كيروش بدا غلط، بس ظروف المباراه ساعدته ان هو يتدارك اخطائه، حتى لما حاول يتدارك اخطائه ونزل تريزيجيه مكان حجازي ورجع ايمن اشرف، اكتشفنا ان ايمن اشرف عنده مشكله. وقتها بقى جت اخطر كره للمنتخب المغربي في المباراه، وهي كره نايف اكراد، الكره العاليه اللي تصدى ليها محمد ابو جبل بطريقه جميله وخبطت في العارضه وطلعت بره الملعب. هي دي بقى كانت اخطر كره في المباراه بالنسبه للمنتخب المغربي. وقتها بقى رجعنا للنجاو، ايمن اشرف ما ينفعش يلعب مساك علشان في كرات عاليه كتير هتكون موجوده، والمنتخب المغربي لما نلاقي فيه تقدمات لمسينا ونلاقي فيه تقدمات لاشرف حكيمي هنلاقي ان فيه عرضيات كتير جدا. المنتخب المغربي وقتها قرر ان هو يغير سفيان الرحيمي، سفيان الرحيمي اللي كان عامل مشاكل كتير لعمر كمال عبد الواحد ولبسه في انذار، وهما الاثنين كانوا داخلين خناقه كبيره جدا مع بعض، قرر ان هو يطلع سفيان الرحيمي، وده قرار بالنسبه لي غبي جدا، لان انت كنت ممكن تطلع منير حدادي عادي جدا، بس انت رحت مطلع رحيمي، رحت مطلع بوفال اسف، ونزلت مكانه رحيمي. لو كنت عكست ونزلت رحيمي الناحيه الثانيه، او كنت فكرت انك تلعب هنا وتطلع منير الحداري اول تغييره كانت ممكن تكون مقبوله، لكن سفيان بوفال اول تغييره ازاي يا راجل، يعني انت ما جيتش خالص للدرجه دي، طلع بوفال ونزل مكانه رحيمي، ومفترض ان رحيمي نازل بيلعب على عمر كمال عبد الواحد اللي هو مش في مكانه واللي عمر كمال واخد انذار، فمفترض ان لعيب زي رحيمي هيخش جوه كتير علشان يسمح لادم مسينا بالتقدمات، بس وقتها هيكون في كور مرتده لمحمد صلاح كتير، ودي بقى لعبتنا احنا كمنتخب مصر، احنا كنا جايين نلعب اللعبه دي اساسا ساعات، يعني احنا كنا جايين نلعب اللعبه بتاع صلاح هيروح ورا خط الدفاع بالنسبه للمنتخب المغربي لما يسيب مساحه، فوقتها منتخب مصر هيبان قوته، وقتها منتخب مصر هيعرف يسرق المباراه، لان منتخب مصر لو سبت له الكوره وسبته يحضر مش هيكون خطير جدا عليك، بس منتخب مصر هيكون خطير جدا عليك لو قررت انك تعمل انطلاقات من الاطراف. وطبعا لقينا ان سليم بيعمل ادوار هجوميه، ولقينا بركوك بيعمل ادوار هجوميه، واللي شايل الليله كلها بالنسبه للمنتخب المغربي في الحاله الدفاعيه وربط الخطوط هو سفيان مرابط. بس طبعا سفيان مرابط للامانه مصطفى محمد هلكه جدا، وده واحد من اقوى الادوار اللي بيلعبه مصطفى محمد، ان هو دايما بيتعب جدا لعيب المركز 6 بالنسبه للمنافسين، عملها في ماتش كوت ديفوار والنهارده عملها بطريقه مميزه جدا، اللي خلاه ضعف كتير جدا من قوه سفيان مرابط في ان هو يبني لعب بالنسبه للمنتخب المغربي، مع تقدمات حكيمي، مع ان اشرف حكيمي بدا يخرج بره الجيم شويه، وده نشوف ان لعيبه المنتخب المغربي مع عدم وجود خطه خرجوا بره المباراه، لحد ما لقينا ان المنتخب المصري فيه مشكله بالنسبه لجبل، ان جبل وقتها مسك رجليه. لما جبل مسك رجليه انا قلت المنتخب المغربي هيخلص الجيم، لان المنتخب المغربي شايف ان في حارس مرمى مش واقف على رجليه ومصمم ان هو يكمل، ومفيش حد قادر ان هو يحكم يغيره. اه والله يعني قاعدين نتحايل عليه غير جبل، مفيش. عصام الحضري واخد كوبايه الشاي وقاعد فوق في المدرج، مفيش. كارلوس كيروش واقف وموقف جنبه محمد صبحي، وده حالف طلاق ثلاثه ما يطلع بره الملعب، اللي هو جبل حبيبي غير يا بابا مش هطلع بره الملعب. طب يا جماعه حد يقول له معلش انا جبل عشان خاطرنا غير، مفيش. طب يا ابو صلاح كابتن التيم معلش يعني روح كده لجبل وقول له غير، مفيش. طب منتخب المغرب هيشوط بقى على جبل، شاطوا على جبل في النهايه خالص في الدقيقه 94 في الاكسترا تايم، يعني محمد ابو جبل قعد ربع ساعه جوه الملعب على رجل واحدة، ومع ذلك منتخب المغرب ما كانش قادر يوصل لحد نص ملعب منتخب مصر.
تمام. جرينتا بالنسبه لجاباسكي ومنتخب مصر ادى اداء كويس، بس المنتخب المغربي كده ما جاش. انت بتتكلم على فرقه بحارس مرمى مصاب، ومع ذلك المنتخب اللي قصادك ما عندوش قوه ان هو يروح يشوط، فده معناه ان منتخب المغرب ما جاش خالص بجد والله. لحد ما لقينا ان محمد صلاح قدر يستغل المساحه اللي ادم ياسين بدا يسيبها مع زياده وانطلاقه لمحمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه اللي بدا ياخد ادوار هجوميه لما لقينا ان زيزو نزل له مكان عمر مرموش، ولقينا ان محمود حسن تريزيجيه بدا ان هو ينطلق وبدا ان هو ياخد الطرف الشمال، وبدانا نشوف ان تريزيجيه خطير جدا، وبدانا نشوف ان تريزيجيه بيروح لمحمد صلاح في الدقيقه 100 علشان ابو صلاح يلعب له عرضيه ويسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني لمنتخب مصر. وقتها كارلوس كيروش قال لك 4 3 3 مين؟ مالها 5 3 2 زي الفل. بعد الهدف الثاني على طول كارلوس كيروش راح منادي على عمرو السوليه، سوليه اسقط تاني تحت. هنلعب ب 5 3 2 يا بابا، خلاص احنا كده سجلنا الهدف الثاني، ننزل نلعب ب 5 3 2. سوليه موجود جنبه محمد عبد المنعم، موجود جنبه لعيب زي محمود علاء، موجود عمر كمال ناحيه اليمين، ناحيه الشمال موجود لعيب زي احمد ابو الفتوح، النني موجود هو ولعيب زي احمد سيد زيزو، والناحيه دي هيكون موجود رمضان صبحي، بس رمضان صبحي هيغير مع احمد سيد زيزو علشان خاطر احمد سيد زيزو يكون موجود ناحيه اليمين، ورمضان صبحي يكون موجود ناحيه الشمال، وقدام محمد صلاح ومعاه هيكون موجود تريزيجيه. 5 3 2 بقى، وهنسيب الكره للمنتخب المغربي يعمل اللي هو عاوزه. المنتخب المغربي لما مسك الكوره ما كانش قادر ان هو يلاقي اي منافذ هجوميه، لان زي ما قلت لك مفيش اي تحضير بالنسبه لمنتخب المغرب لسيناريو بديل عن سيناريو بتاع التقدم، لان احنا كنا محضرين سيناريو التقدم، بس لو تقدمنا بدري ماذا بعد التقدم؟ لعيبه منتخب المغرب ما كانوش مؤهلين نفسيا ان منتخب مصر يقدر يرجع في الجيم، بس لو منتخب مصر رجع في الجيم هم خرجوا تماما، لان هم ما كانوش حاطين اي احتمالات، ولا المدير الفني بتاعهم حاطط اي احتمالات ان هم هيرجعوا في الجيم لما احنا نسجل في مرماهم. فالمنتخب المغربي النهارده كان نازل ان هو يلعب مباراه متوازنه اقرب للدفاعيه، لما سجل هدف الاول تاه علشان خاطر المنتخب المغربي ما كانش محضر سيناريو بديل عن سيناريو ان احنا نفضل متقدمين. لو احنا متقدمين بالهدف الاول هنسجل الهدف الثاني، لو جبنا الثاني هنسجل الثالث، بس لو احنا تعادلنا هنعمل ايه بقى؟ ما كانش موجود بلان خالص بالنسبه لو هيدخل زوتش. فلما المنتخب المصري اتعادل المنتخب المغربي بالتبعيه خرج بره الجيم تماما. المنتخب المصري بعد ما سجل هدف ثاني المنتخب المغربي كان بيحاول على قد ما يقدر ان هو يتحصل على كرات ثابته، بس ما بعد الكرات الثابته ايه هي؟ هنلعب عرضيات، هنلعب كور طويله، يعني الكره بتاعت الدقيقه 120 دي كانت غريبه جدا بالنسبه لي، ان اشرف حكيمي ما يلعبش مره واحده جوه منطقه الجزاء، لا انا هرجع العب لورا اللي هو للدرجه دي، حتى واحد من افضل اللعيبه في الفرقه ما بقاش عنده ثقه ان هو يلعب الكره لجوه، معنى كده ان المنتخب المغربي ما كانش محضر فعلا. المنتخب المغربي استحقوا الخساره لانه ما جاش، المنتخب المصري لعيبته كانوا رجاله وكانوا عرفوا يسيروا الماتش زي ما هم عايزين، واستغلوا ان المدير الفني بتاعهم بدا غلط، والبدايه الغلط دي خلت الفرق المنافسه خدت اولويه، والاولويه اللي هي خدتها ما عرفوش يحافظوا عليها، فلعيبه منتخب مصر مشوا الجيم زي ما هم كانوا عايزين بالظبط. لعيبه منتخب مصر عرفوا يطلعوا بالمباراه، عرفوا يطلعوا بالفوز، انتصار مهم جدا لمنتخب مصر، روح عاليه جدا، التزام تكتيكي عالي جدا، قراءة الملعب بالنسبة لكارلوس كيروش محتاجة تتظبط شوية، لأن مش أيمن أشرف خالص هو اللي هيعمل الأدوار اللي أنت عايزها في نص الملعب، مش أيمن أشرف خالص. فربنا يستر بالنسبة لمباراة الكاميرون اللي جاية، لأن أنت كده أفكارك الفنية تخليني أقلق عليك ماتش الكاميرون. بس بص يا معلم، هي مش بالأفكار الفنية، هي طالما في 11 لاعب راجل جوه الملعب مغطيين كل اللي أنت بتعمله، فعيش براحتك بقى يا عم كارلوس كيروش، بس أمان عليك وأنت بتعيش كده خلي اللعيبة تفوق معانا بحيث لما أنت تهبد يعرفوا هم يلموها. معلش بقى لو الفيديو اتفرج مني وطول، بس الحمد لله رب العالمين كانت مباراة تستحق انك تقعد تتكلم فيها وقت طويل. فلو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فالف مبروك على الفوز النهارده، وكلها اراء عزيزي، فمش كل راي ولا كل تحليل لمباراة لازم يطلع صح، لان كل واحد بيشوف المباراة